السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في برنامجكم اليومي ترحيب مساك الله بالخير يا أحمد مساك الله بالنور يا مرحبا, يا مسأل يا مسأل يا في مرحبا بك يا مرحبا وسلامكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومتنوعة نناقش فيها مواضيع شيقة ومهمة من خلال سلسلة تغاريب وأيضا مع ضيوف مميزين من أصحاب الاختصاص سوف ينضمون إلينا إن شاء الله في الاستديو بعد شوي باذن الله تعالى وايضا في سياق الحلقه راح نتابع وياكم فعاليات حمله بالعلم نبني قطر اللي اطلقها المجلس الاعلى للتعليم. كما جرت يا خالد مشاهدينا الكرام العاده في كل بدايه عام دراسي نظمت جامعه قطر يوما تعريفيا للطلاب الجدد نتعرف على تفاصيله في التقرير التالي. نظمت جامعه قطر لقاء تعريفيا للطلبه الجدد للفصل الدراسي الجديد وذلك بهدف تعريف الطلاب الجدد على الاجراءات الضروريه لاتمام عمليه التسجيل بالاضافه الى تعريفهم على التخصصات المختلفه والفرص المتنوعه التي تقدمها الجامعه لقاء التعريف عباره عن استقطاب الطلاب الجدد وتعريفهم تعريف شامل وكامل في الجامعه ناخذ احنا الطلاب نعطيهم قوانين الجامعه الحياه الغير اكاديميه في الجامعه والحياه الاكاديميه نعطيهم ورشه كيو يو101 ون ون. يكون من خلالها يعني يلقي يعني الورشه احد المتطوعين قام بالتدريب عليها وقام باخذ ورشات يعني مهارات الالقاء على اساس انه يكون التواصل بين الطالب نفسه والمتطوع، المتطوع هو عباره عن يعني احد طلاب الجامعه فيكون التواصل بينهم حبي وودي والطالب الجديد ما يخاف من الجامعه ويكون اموره طيبه وسهله ان شاء الله. الى جانب ذلك يحصل الطلاب الجدد على الارشاد الاكاديمي وكيفيه اختيار المقررات الدراسيه والتسجيل فيها الكترونيا واستلام البطاقه الجامعيه الى جانب مقابله اعضاء هيئه التدريس والتعرف على مشاريع الكليه وانشطتها طبعا مثل ما تعرفون اعزائي المشاهدين هي مجرد ايام قليله ويغادر طلابنا المبتعثين الى الخارج ومعاهم طبعا دعوات الاهل والاحبه ان تكون رحلتهم موفقه ومكلله بالنجاح والتوفيق باذن الله تعالى نعم يا خالد اليوم معنا مشاهدينا الكرام جيلين من المبتعثين جيل تغرب ودرس في ظروف ربما تكون قاسية بالمقارنة مع ظروف اليوم نعم. وآخر من جيل ما زال يسعى لتحقيق إنجازات تخدم مستقبل قطر الرحب بدكتور حسن السيد استاذ القانون بجامعة قطر يا مرحبا وسهلا بكم هلو. معنا يا مرحب. يا والطالب يا حمد المبتعث يا مرحبا وسهلا بك معنا مرحب. حمد لك سنة مبتعث إيه نعم والحين قدامك التربع صلى الله يوفقك ان شاء الله حلو الله يوفقكم ان شاء الله طبعا احنا نبدا معك دكتور دكتور يعني جو الدراسه يمكن يكون مكلل المعروف انه يكون مكلل بالكثير من الصعوبات والمشقات ولكن ان الهدف والغايه تكون اسمى وافضل هل فعلا ان كانت ايام الدراسه في ذاك الوقت من الزمن اصعب بكثير ام اسهل بكثير لو نقارنها مع الوضع الحالي يعني اول شيء احب اشكركم على هذه الاستضافه لا شكر على وفي نفس الوقت طبعا احب ان امهد شوي قبل ما نوصل للاجابه على هذا السؤال نعم. بان يعني بالنسبه لي انا صراحه تعرضت الى ثلاث مراحل نعم. من الغربه وكلها في سنوات الدراسه يعني سواء الجامعيه او ما بعد الجامعه نعم. فانا طبعا خريج الكويت وفي نفس الوقت انا خريج الاردن نعم. وبعد ذلك للدكتوراه خريج بريطانيا نعم. وفي كل مرحله من هذه المراحل ربما يعني الواحد يحس في صحيح. التطور اللي يعني آه يعني اللي واكب السنوات في نعم. في البعثات بشكل عام. آه مثل ما تفضلت وبديت سؤالك أو بدئت الحوار بأن والله تحديد الهدف نعم. هو شيء أساسي. بالفعل أنا أحس إن الشخص إذا حدد هدفه، الأمور بعدها إن شاء الله كلها تتسهل. قابل نعم؟ نعم. لأن تحديد الهدف من البداية قبل. قبل حتى تحديد مكان البعثه او او نعم. يعني يعني قبل وصول كثير من هذه نعم. الامور اللوجستيه لانه هو هو بالفعل الدافع الاساسي بانك انت تجتهد نعم. وتحصل على المجموع صحيح. المطلوب او النسبه المطلوبه نعم فبالنسبه لي يعني صعوبات او بالنسبه لتلك المرحله اكيد يعني انا اقول فيك مثل اي شيء في الحياه يتطور ويتغير نعم. اكيد للاحسن والمسال يعني يعني انا قبل ما ادخل عندكم كان في حوار بسيط بين احد الزملاء ومعاي بالنسبه لمساله جدا بسيطه لكن قد تكون نعم. للطالب البعثه مهمه جدا هو نعم. التواصل في من مقر البعثه مع الاهل نعم. ويعني الاصحاب او نعم. الاهل يعني الجماعه في 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 قطر نعم. فيعني معنى ذلك ان وسيله الاتصال التلفون نفسه مثلا صحيح انه إيه؟ اصبح إيه؟ انه هو الوسيله للتواصل إيه؟ بين الناس وتسهيل إيه؟ كثير من هذا مثال بسيط جدا لكن يعكس بالفعل التطور اللي اللي كان نعم. يعني الواحد لو لو يرجع لورا يعني ما كان في ما كانت طبعا الموبايلات مش موجوده صحيح. ما في الا تليفون واحد ربما في السكن الجامعي نعم. بعض بعض الشقق او بعض البيوت اذا كان فيها تلفون هاي معناته ان الايجار بيرتفع عليك فهذه هذه مسائل قد طبعا الطالب الان ما, ما يواجهها نعم صحيح بالاضافه طبعا الكثير من الصعوبات يمكن الواحد يذكرها ان شاء الله في ان شاء الله خلال حوارنا الحين دكتور مش بس تليفونات الحين صوت صوره نعم صدق برامج سكايب وتانجو وغيرها نعم. يقعد ويشوفوا هلا وهلا يشوفونه يطمنون عليه وحتى بالنسبه لسعر المكالمه او سعر الدقيقه او نعم. الحين, الحين البرامج هذه فري مجانيه مجانيه اي نعم مجانيه نسال الله التوفيق حمد الله يعطيك العافيه الله يعافيك حمد وين تدرس انت؟ انا ادرس في لندن آه، ساوث بانك يونيفرستي الله يوفقك ان شاء الله اول ما رحت هناك شلون انطباعك بو انت خلصت سنه ولله الحمد اول ايام يوم رحت هناك شلون كان انطباعك؟ والله اول ايام كنت متخوف شوي من ناحيه انه بلاد جديد اول مره مرة يعني اروح له وكذا ما اعرف وش اللي قدامي وش اللي علي غربه ولا تعرف احد هناك <applause> ما اعرف ولا احد بس يوم طبيت وصلت شفت الاوضاع الحمد لله يعني تعدلت الامور من ناحيه ان تعرفت لي ناس واجد وقمت اسال واجد نعم. يقول لك من سال ما ضاع صحيح حل. فالواحد لازم ياخذ له خلفيه من هناك ف م. يسال الناس اللي قبله عشان يعلمونه وش اللي عليه وش اللي يبغيه وش اللي يمكن يساعده في حياته هناك على مدى طويل يعني. حلو اول ما دخلت كونت صداقات وما ما اكتفيت ان انت قد كونت صداقات وعرفت الربع اللي هناك هذه يمكن تساعد تساعد ان الواحد يتون عليه الغربه وتون عليه الديره اللي اول مره يجيها وغير هذا يكتسب خبرته من الناس اللي قبله. صحيح, صحيح. اكيد يعني انا انا اتوقع انه الشخص حتى قبل ما يروح هناك مهم. احنا هني يعني عندنا مهما كان يعني حتى في ذيك الايام في اداره خاصه بالبعثات في ذيك الايام طبعا وزاره التربيه والتعليم نعم. اللي ممكن تزودك حتى باسماء وتلفونات الاشخاص الموجودين هناك اللي ممكن تتواصل ايه معهم نعم. وهذا الشيء بالفعل اللي انا سويته يعني قبل ما 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 يعني اسافر او يعني حتى اختار المكان بما اني اخترت التخصص والله يعني الدول المطروحه علي الدوله نعم. الفلانيه ولا كذا ولا كذا مهم. بالفعل اشوف الاشخاص الموجودين واسالهم عن بعض الاسئله اللي بالفعل قد يعني تساعد في اتخاذ القرار نعم صحيح نعم. دكتور انا ودي اسالك طيب الحين احنا نعرف ان الدراسه في الخارج قد تسقل مواهب كثيره وقد تعطي صحيح. ما لا يعطيه الدراسه في بعض الاماكن اللي قد تكون نعم. ميسره لك الكثير من الامور صحيح. انا ودي اسالك دكتور شن هي الاشياء اللي ممكن الواحد يسويها كطالب مبتعث هناك انه يستفيد من الوقت بافضل صوره. نعم. يعني انا اتوقع ان يعني السبب وراء ان هذا الشخص بالفعل يكتسب الكثير من الخبرات والمهارات هو ابتعاده عن الجو الاسري او محيط الاسره نعم. اللي ممكن توفر لك كثير من الاحتياجات العاديه. نعم. مجرد ان الحياه المعيشيه في 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 دوله بعيده قد تكون قد على تكون ثقافتها مختلفه تماما عن, صحيح. عن ثقافتك نعم. هذه بالفعل زي يعني تزودك بكثير من التجارب اللي بالفعل تصقل تصقل مهاراتك. نعم. يعني يعني هذا هذا اتوقع هو السبب نعم. الاساسي لكن اكيد يعني مثل ما قال اخوي حمد قبل نعم. شوي ان التخوف هو شيء إيجابي ظاهرة مم. صحية لأن صحيح. معنى ذاك أن هذا الشخص مم. بالفعل حريص على مستقبله نعم. وهو بالفعل أن المستقبل عنده قد يكون مبهم في الأيام الأولى نعم. والمسألة غامضة بالنسبة له صحيح. فهذا القلق وهذا الحرص مم. هو اللي يعني اول مؤشر بان طيب. هذا الانسان قد طيب يكون دافع للنجاح نعم لانه بالفعل اللي يخاف او اللي اللي عنده هذا القلق م -م. يحاول انه يجتهد ويحاول انه يتغلب على هذه المخاوف صحيح. الى ان يتاقلم على الجو ويحس انه متمكن ومسيطر نعم. وهني يحس انه بالفعل وصل الى مرحله الابداع م -م. وطبعا يعني انا اتوقع ان إنه يعني الحياه الجامعيه في م -م. في دوله قد تكون بعيده الشخص بعيد ربما في عن دولته عن نعم. الحياه الاجتماعيه اللي احنا يعني متفقين تعود إن عليها و... صحيح. او متفقين انه صراحه إن, ان يمكن تاخذ ساعات كثيره من حياه الانسان نعم. اهتمامه بزيارات او ب... هناك يكون متفرغ لدراسته والانشطة الموجوده في نعم. الجامعه في اطار نعم. نعم. الجامعه فهذه بالفعل كلها تزيد ال... ناهيك عن اذا كانت هناك طبعا في الجامعه او في محيط المنطقه هذه بعض الانديه او بعض الانشطه او بعض اللي تخلي الشخص كذلك يخوض تجارب مختلفه نعم اما صحيح. بالانتخابات بحيث أن يوصل الى مجلس مثلا طلابي نعم. او ان كذلك يشارك في انديه موجوده هناك صحيح وطبعا هذه كلها بتخلينا بالفعل يخوض تجربه جديده هي تجربه التنظيم وتجربه نعم. الاعداد لانشطه ومشاريع صحيح. قد تكون يعني بالفعل نعم. زودت بعض المهارات نعم. انا اشوف انه صراحه الدراسه بالخارج انه انت تغترب مكان انت اول مره تروح له هي بحد ذاتها تتطلب أول شيء شخص يكون طموح جدا نعم. وطموحه كبير وعنده أهداف ويكون نعم. شجاع بنفس الوقت. نعم. بعد ما ما يحب يطلع مجمع الحالة فما سوداء. بالك أن أروح وأدرس برا وأعيش برا نعم. وأخذ تجربة جديدة كليا على نعم. أنا. هيك طبعا عن استخدام وسائل قد تكون جديدة م. عليك كالقطارات أو أو وسائل مختلفة م. أو نعم. نقل من مكان لمكان الإعداد لهذه الأشياء هذه كلها يعني مهما كانت صغيرة لكن تخلي الشخص صحيح نعم أو قد ما, ما كان جربها قبل يعني قبل ما ما يسافر. نعم. 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 حمد أنا ودي أسألك الحين كونك إن انت طالب مبتعث وان شاء الله يا رب انه تكون رحلتك موفقه باذن الله تعالى، شنو هي الصعوبات اللي تتوقع انه يعني يصعب على اي مر أن يتجاوزها في المرحله الاولى من مراحل الدراسه؟ والله هي في صعوبات واجد من ناحيه الدراسه ومن ناحيه البعثات والطلاب الجدد. اول شيء من ناحيه الاماكن نعم. الواحد بيروح هناك بيتوهق ما يدل الاماكن الزينه وما ما يعرف شلون يروح الجامعة بالاساس يعني نعم. من طريقه المواصلات م -م. طبعا كل شيء بيكون عليه غالي اول شيء لكن عقب ما يتمكن ويعرف صحيح طريقه التواصل الزينه هاي الاشياء الرخيصه اللي بتنفعه نعم هذه تمشي على صحيح. على مده ومن ناحيه أن الاماكن اللي لازم يخلص اجراءاته فيها من صحيح. ناحيه اوراقه ومن ناحيه الاوراق الثبوتية, الثبوتيه الصحيه الاوراق الثبوتيه الصحيه المستشفيات اللي حوله وحواليه الاشياء يعني اللي تفيده دايم نعم. يعني وراح تنفعه هاي اللي هي الصعوبات اللي في البدايه راح تواجهها نعم صحيح طيب حمد مثل ما ذكرت انت انه يختار مكان يكون جنبه مستشفى ويعرف الاماكن المستشفيات وغيرها السكن، السكن من اهم الاشياء اللي يواجهها الطالب، لازم يكون هناك سكن مريح وقريب وسهل عليه بالبدايه انه يعرف الاماكن صحيح. اللي حوله على اساس ما تصعب عليه طريقه المواصلات والاماكن اللي حاب يدلها. تفضل ان السكن يختار يتم اختياره عن طريق الجامعه او الطالب نفسه. والله السكن اللي عن طريق الجامعات طبعا مم. هو زين كشكل عام يعني من ناحيه انه القرب مم. وفي ناس يعني يفضلون والله يسكنون المكان هم يعرفونه صحيح او من مع اصحابهم نعم نعم برتع... هذا هم... لازم يكون نعم. يبخص البلد من نعم. قبل اي نعم يكون يبخص البلد او انه يسال مثلا في مكاتب لتاجير الشقق وتاجير نعم. الاماكن يعني السكنيه من ناحيه انه هو يمكن يشوف ان المكان سيفتي بالنسبه له مم. افضل من الجامعه أنه مكان يرتاح فيه ويتاقلم فيه نعم فالامان يعني مطلوب هناك صراحه صحيح في البعثات الخارجيه صحيح, يعني صحيح احنا بدنا نسالك دكتور في عجاله في كلمه اخيره تحب توجهها للساده المشاهدين وخصوصا ابنائك الطلبه يعني انا ما ابي ابنائك ولكن هم اخوانك وانا ابي نكبرك بالعمر الله يسلمك هم ابنائي ان شاء الله واخواني واتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح يعني يمكن الشيء الواحد يحب أن يأكد عليه هو بالفعل الحرص نعم. الحرص لأنك أنت ذاهب إلى, إلى, إلى غاية وهدف صحيح. و, ومستقبل نعم. هذه مرحلة تحدد فيها مستقبلك ولينعكس ينعكس ان شاء الله في الاخير يعني بثماره وبفوائده ان شاء الله على على الدوله بشكل اساسي. نعم. والشيء الثاني انه يعني لو ناخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قليل دائم ولا كثير منقطع كمنهاج حتى للدراسه. صحيح. انت تتو... يعني تستمر في في نعم. المراجعه وفي الدراسه بشكل صحيح. اساسي و الشيء اللي اكد عليه كذلك ان الطالب يحتاج في المرحله الاولى في السنه الاولى على الاقل نعم. ان يبذل جهد وعنايه اكثر من المراحل الاخرى لان نعم. هذه بالفعل يعني تخليه يعني يتعود على 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 جو الدراسه وان نعم. يقطع شوط وأنه حتى بالنسبه للمعدل التراكمي يعني يتجاوز حد حد الخطر صح. فهني في المستقبل ممكن شوي يعني يحس براحيه لما يوصل المراحل الثانيه نعم. نعم. الله يوفق. الله 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 ان شاء الله يوفق ان شاء الله ان شاء الله وعدنا معك يا حمد ان الله احيانا ان شاء الله الشهادة ان شاء الله ونحن ان شاء الله هذا ان شاء الله ان شاء الله واحنا بدورنا ايضا نشكرك الدكتور حسن السيد استاذ القانون الدستوري وايضا شكرا لك حمد الشمري طالب هندسه كيم... الهندسه الكيميائيه الله يوفقكم ان شاء الله والله يوفقك يا دكتور وما شاء الله يعني ما يعني 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 يعني. شاء الله انتم من القدوه والسباقين لنا في هذا يزي المجال الله يوفقكم الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم وبعد الفاصل بنتابع الارصاد تطلق عمليه تنفيذ نظام مبكر للاخطار الطبيعيه